شتى الطوسي، نتابع كيف جاء فوز براعم المغرب بكأس دانون للأمم على حساب منتخب المكسيك وعلى أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش. الروبورتاج من إعداد الزميل خالد أزدون والمعتصم بالله البوساوي. الناس اللي كيتبعوا العالم الرياضي وكان مغرب، نشكر هذا الجمهور كامل اللي جا ساعدنا، هو المفتاح باش ربحنا الحمد لله. ما نأمل تحقيقه أحيانا رفقة الكبار قد يعوض بعزيمة من هم أصغر منا. المنتخب الوطني لأقل من 12 سنة خلق الحدث العالمي وكان مثالا يحتذى. بداية قصة حلم النهاية انطلقت صباح اليوم. الوجهة الملعب الكبير لمراكش، أمال صغيرة بدأت تكبر شيئا فشيئا. آمال قادتنا معها في طريق تحويلها لواقع يدخل ذكرياتنا كل من موقع. من يدري، هذه الأقدام الصغيرة قد تجد لها موطئا في زمن التألق. وحينما نتحدث عن التألق والمجد، عز بودربالة وزين الدين زيدان وصل لقمة عالم الكرة ببداية متشابهة. À 12 ans et pour la plupart des enfants, c'est des enfants qui n'ont même pas voyagé. في سن ال 12 سنة وخصوصا للأطفال الذين سمحت لهم الفرصة بالسفر، هي فرصة رائعة للتواجد هنا ولا يمكن تصورها. عليهم الاستفادة من هذه الأيام التي لن ينسوها. بالنسبة لي، اخترت الكرة عن طريق الأصدقاء الذين التقيتهم في الشارع. زيزو حلم كل لاعب مهما كانت نجوميته، فكيف لك أن تتصور الأمر بالنسبة لأطفال لا يتجاوز سنهم 12 سنة؟ نعود للنهائي الحلم، المغرب والمكسيك وجها لوجه في المشهد الختامي. تقدم المنتخب المغربي عن طريق ضربة جزاء وعادلت المكسيك الكفة بنفس الطريقة، ثم عادت لتضيف الهدف الثاني 2-1 نتيجة النصف الأول. ثلاث دقائق قبل النهاية تعادل بطعم هستيري للمنتخب الوطني. بهدوء وتأن دقيقة واحدة قبل الصافرة النهائية يعود المنتخب الوطني للتقدم مجددا منتزعا اللقب لأول مرة. هادو فازوا بكأس العالم في السن، وإن هما اللي غادي يلعبوا كأس العالم ديال 2026. هذا الآن مولود خرج من رحم بواحد الشكل يسير، ولكن النمو نتاعو هذا حتى يوصل 2026 هي مسؤولية ديال واحد اخر اللي خصهم يقوموا بها. حلم البداية تحقق بالنسبة لهؤلاء الأطفال ليدخلوا بعدها مرحلة صنع الأبطال. المادة الخام متوفرة، بقي السؤال كيف سيتم تحويلها. قبل ذلك ساعدنا رفقة الصغار في انتظار الحلم الأكبر، رفقة الكبار. السي رشيد سليماني، ربما أثار نقطة مهمة. نحن نتحدث عن الفئة القاعدية دائما بإنجاز مثل هذا الإنجاز الذي تابعنا تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى المتابعة، تحتاج إلى يعني الأخذ بيد هؤلاء الأطفال من أجل مزيد من التألق مستقبلا. فأكيد بأن ملي كتلقى هاد البراعم وكيفية الانتقاء ديالهم، اللي أظن بأنه خضعوا المعايير وتم يعني تكوينهم في واحد الظروف اللي كانت وجيزه باش 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 يحققوا هذا الانجاز. ولكن اظن بانه المراحل اللي غتكون مقبله مراحل كتكون اصعب،
اصعب وهي اهم جدا، لانه ما كنعرفوا بان في سن 12 سنه كتقدر تكون عندك بعض المعايير اللي كتكون كتمتاز فيها يمكن على 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 على, على, على بعض الفروق الاخرى، ولكن مع الوقت واش 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 هذا الامتياز غادي يبقى، لان هناك طرق ديال العمل، هناك يعني كما قلتي ما نقدرش نقولوا امتيازات، ولكن هناك يعني ظروف ديال التكوين اللي خصها تكون ملائمه ومطابقه لظروف التكوين على الصعيد العالمي. اظن بان خصنا حنا والحمد لله المغرب غادي في مسار صحيح في هذا المجال، لان شفنا دائما كنا كنتكلموا على المساله ديال التكوين، ولكن ماشي غير التكوين بوحدو اللي خاص هناك واحد الاستراتيجيه، وهذه الاستراتيجيه كتمشي مع واحد الموازنه اللي كتكون غاده معها. اظن بان ولا هاد البراعم الان ولا هاد الوليدات اللي وصلوا لهذا المستوى يعني تاثروا بشكل شكل هذا، وتعطاتهم الامكانيات الملزومه وتوضعوا يعني وخضعوا لواحد واحد 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 البرنامج لا يكون مسطر ولكن يكون دقيق. اظن بانهم لما لا يقدروا كما قال سعد الرحمن السليماني في 2026 يكونوا هم الفريق الوطني، علما بانه ملي كتخطط لواحد المشروع مستقبلي المده الزمنيه ما تقدرش تحكم فيها 100%. هذا اكيد لانه لا نهضروا غير على اليابانيين، بالرغم بانهم جاوا من وراء الافارقه يعني ولا اسيا بصفه عامه جات وراء الافارقه، ولكن اليابانيين في مخطط ديالهم بالرغم من وصلوا لكاس العالم عده مرات ويمكن مشاو قطعوا اشواط كثيره جدا، ولكن هما مخططين ياخذوا كاس العالم حتى 2050. نعم راه حنا باش نقولوا في 2026 ناخذوا كاس العالم، فاظن خصنا نبقاو يعني شويه رجلينا ثابتين في الارض.